بعيدها ماكو دماء على ايده، يعني هاي كلش مهمه وحده يعني ما معروف بانه ينتمي الى فصيل مسلح، خلينا نحطها بهالشكل. هذه اتصور اهم صفه راح تكون، زائدا الصفات اللي حطوها الشارع اللي هو ما عنده جنسيتين ما عنده جنسيتين مهمنا، اكو درجات يعني اتصور هاي اهم شيء، ما عليه من نزاهه، ما عليه ملف يعني قتل وميليشيات وهاي غيرها ما موجود، وبعدين انه مستقل ما عنده جنسيتين ما عليه الى اخره، هذه التكنوقراط الى اخره، هذه موجوده مطلوبة. يعني هذه المواصفات موجوده، لكن لما اريد نختار يعني جبنا هذه المواصفات وخليناها بالكواليس قاعد تنسحب على الشخصيه اللي صاحبت هذه المواصفات. صحيح، خصوصا اللي ما عنده يريدوه انه ما مشارك من 2003 الى 2020 ما فايت.